بقى المشاهدين في كل مكان في العالم بحييكم برحب بيكم في اسم الرب يسوع وحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية اطلبوا تجدوا. أنا واثقة إن في كل حلقة الرب بيشجعنا وبيدينا اختبارات حلوة، واثقة إن النهاردة الروح القدس هيدينا حلقة مميزة جدا جدا لأن الرب صالح وهو اللي دايما بيقول اطلبوا وجهي وإحنا واثقين إن فعلا وجهه ومجده علينا يرى. برحب بالغالي على قلوبنا الاسيس اليكس حنا اهلا بيك اسيس اليكس اهلا بيك أخت سعداء تكون معانا الرب يباركك كل الرب الجمهور باركك. ونتوقع ان الرب يتحرك في قوه اياته وعجائب اسم يسوع يبارك الكرمة واستضافتها للملايين وكل احبائنا خلف الكاميرات والايديتنج والصلاه امين في اسم يسوع احبائي المشاهدين الحلقه بتاعتنا النهارده بعنوان عاملون مع الله وقد العنوان ده فعلا اتغرس جوايا وروح القدس نوره بشكل جديد ومختلف هنتكلم فيه من خلال الحلقه لكن قبل ما نتكلم في الموضوع هنقرا بعض الاعداد من كرونسوس الثانيه الاصحاح السادس كرونسوس الثانيه سته من عدد واحد لعدد عشره بتقول كلمه الله كده فاذ نحن عاملون معه اي مع الله نطلب الا تقبلوا نعمه الله باطلا لانه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص اعنتك. هو الان وقت مقبول هو ذا الان يوم خلاص ولسنا نجعل عثره في شيء لئلا تلام الخدمه بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام لله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب في اسهار في اصوام في ديقات في طهارة في علم في أنا في لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء في كلام الحق في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار بمجد وهوان بصيت رديء وصيت حسن كمضلين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معروفين كمائتين وها نحن نحيا كمؤدبين ونحن غير مقتولين كحزانة ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء أمين هسيس أليكس تفضل لنا. يا رب نباركك ونعظمك يا رب لأنك قبلتنا في شركة جعلتنا سيد الرب أفضل من أن نكون عمال في هذا العالم وعمال يا رب بحسب النظام العالم أن نكون <applause> عاملون مع الله مع كل الامتيازات <applause> التي لنا في العمل معك نشكرك يا سيد الرب لأنه في العمل أنت الذي تعمل الكل في الكل نعم. وأبو الكل في الكل ونتميز يا رب تمجد اسمك فينا بأعمال بل أنت الآب السماوي الذي تشتهي لأبنائك قلت الذي يؤمن فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها أنت الإبن الوحيد الممجد اللي بتفتخر أنك عاوز تشوف إخواتك في المجد أعظم وأعظم اشكرك لانه مزخر لنا فيك جميع كنوز الحكمه والعلم نعم. اشكرك يا رب لانه لايام مثل هذه انت اوجدتنا لنعلم ان الوقت مقبول وان اليوم يوم خلاص وان النعمه يا رب قد قبلنا امسح كل دمعة يا رب عن كل مؤمن باكي امسح كل دمعة يا رب عن كل مؤمنه شاكيه اجعلنا نعرف يا رب معاني الاوقات والازمنه انها اوقات مجد اوقات نعمه اوقات لاستقبال قوه من الاعالي يا سيد الرب نشكرك لانك جعلتنا مشاركين ليك في الميراث في الملكوت مشاركين ليك في كل نعمه وفي كل عطيه لم تبخل علينا بشيء بل اعطيت كل بغنى للتمتع مم. اشكرك لاننا سنختبر اعمالك واياتك وعجائبك وعمل قواتك لانك لهذا خلقتنا لكي تتمجد فينا بارك يا رب قناه الكرمه أمين. بنرفع امامك اخونا صمول والعائله وكل الخدام يا سيد الرب باركهم شددهم بارك يا رب هذه القناه في كل احتياج روحي وزمني ومادي واجعلنا يا رب كمشاهدين وخدام ان نكون مشاركين في العمل ونبارك عملك يا رب بالصلوات وبالعطاء وفي كل يوم نذكر رب هذه الخدمه المتميزه التي تغير بها وجه العالم اجمع والامم والحكومات نراك يا رب في اليوم بعد الاخر بتصنع عجبا وتؤيد يا رب اخونا صامول من اخترت يا رب في قياده هذا العمل تعطي نعمه وقوه وتجديد وتشجيع من قبلك لكي يمضي يا رب كل احبائنا خلف الكاميرات، وكل احبائنا في الصلاه، وكل احبائنا يا رب في الصوت، وكل العائلات يا رب التي تخدمك في هذا المكان تتشدد وتتقوى وتتشجع في اسم الرب يسوع. بارك اختي سلوى واختي ليديا، كل الاخوه والاخوات يا رب الذين يعملون، اخونا جوزيف، كل الاحباء بالاسم انت تعرفهم، وعظم عملك في اسرهم وفي حياتهم. وفي مستقبلهم وحماية دم يسوع على الكل آمين آمين بنباركك يباركك يا أسيس دكرة. عملون مع الله عنوان رائع جدا بس عنوان مش سهل يعني كلمة عملون مع الله قريتها كتير وعدت عليا كتير وبحبها كتير لكن النهاردة روح القدس وقفني قدامها وقلت له يا يا رب ممكن إحنا نكون عاملون معاك احنا نشتغل مع ملك الملوك ورب الارباب احنا تشرفنا ان احنا نكون فعلا فعل في كرمك من نحن يا رب من انت ومن نحن طبعا ما فيش نسبه بيننا وبين الرب خالص لكن رضي ان احنا نكون عاملون معه نشتغل معاه ونعمل في كرمه ونمجد اسمه إيه امتياز رائع جدا يمكن في كرونسوس الاولى 3 تسعة بولس وابولس قال نحن عاملان مع الله هما الاثنين اسيس اليكس وانا عاملان مع الله لكن حضرتك وحضرتك وقناه الكارما انتوا نعم. عاملان مع الله برضو وكلنا والاستاف والمخرجين والكاميرات والبث البرودكاستنج وكل حاجه كلنا عاملون مع الله أدي شرف رائع ان الله يستخدمنا ويرضى ان احنا نكون عاملون معاه بس صفات العاملون مع الله ليهم صفات خاصه مش اي حد يقول انا حقه مخدم ممكن يخدم لكن لازم الاول يتمتع ببعض الصفات اللي تنفع انه يقترب الى الله ومش بس يقترب الى الله يكون عاملا مع الله عشان كده انا بصلي ان انا اكون عاملة في الحقل مع الله باستقامة زي ما هو عايز مش زي ما انا عايزة أمين؟ أبي. أمين أسيس أليك أهلا بيك مرة تاني والعنوان بيك. الرائع اللي القدس حطه على قلبك ربي يباركك وعاملون مع الله والعمالة مع الله حاجة مش سهلة العمالة مع الله حاجة مش هقول يعني جامدة قوي لكن حقول انها حساسه جدا ومسؤوليه كبيره جدا ولازم نقدرها جدا ها. فايه رايك في اختيار العمال مع الله ها. كيف يكونوا ايه هي صفاتهم ايه المستوى اللي ممكن الله يدهلنا عشان ينفع نعمل معاه فيه شكرا اخت على المقدمه الرائعه دي وانا عجبني جدا كلمه عاملون مع الله <applause> إن احنا مش شغالين خدامين عند ربنا ولا بنشتغل بأجرة أو بنشتغل في أوقات معينة لكن الله إدانا الإمتياز عارفة لما واحد يروح يشتغل في مصلحة يقول لك هتشغلوني كم ساعة طيب هاخد قد إيه طب إيه اللي هيطلع من الموضوع ده لكن ده إمتياز إن الرب بيكلمنا إن احنا عاملون معاه يعني على نفس المستوى على نفس القوة على نفس الإمكانيات وحضرتك لما اتنين بيشتغلوا مع بعض بالمحبة مش بيبقى في شعور بالمزلة أو في شعور بالمهانة لكن الله بيميزنا لما واحد بيجي يفتح شركة بيدور على شركاء وبيسأل كل واحد يدخل بنسبة كام لكن في العمل مع الله الله دخل معانا مع كل واحد فينا بنسبة مئة في المئة وقال كل ما هو لي فهو لكم والكل من الله فده امتياز كبير أن أنا بعمل مع الله ولما حضرتك أخت سأله أنا بشتغل مع الله يعني بيقول اذهب يا ابني اعمل اليوم في كرمي الكرم اللي الرب بيطلب مننا العمل هو سيك حواليه بالحراسة والكرم اللي الرب بيطلب مننا أن احنا نعمل فيه ده كرم فيه حصاد جاهز لأنه مش لسه هنزرع ولسه نحصد لأ ده هو لما أرسل أرسل حصادين وقت الحصاد وده معناه حضرتك أخت سأله أن احنا بنعمل في أفضل وقت النهاردة يمكن في حد يتصل بينا ونشوف آه يعني قاعدين نحصد اختبارات كل دقيقة مجدا للروح آه أول اتصال النهاردة آه جاي أنا أستأذنك آه لأني أنا مشتاقة فضل. جدا أسمع الاختبارات تفضل. بس عندنا تليفونين ناخدهم معنا بنت الرب من كاليفورنيا أهلا بيك تفضلي حضرتك على الهواء معاكم أهلا بيك يا حبيبتي بنت الرب أنا عاوزة أكون أول متصلة لأن أي ذاك دكتور أليس أكون أول متصلة مجدة أهلا بيك يا حبيبي تفضلي بنتي بنتي ضيعت المحفظة بتاعتها آه. وكانت البارحة الآن وبتدور بالبيت وبتسأل وبت ما في... ما فيش ابنة في البيت ما دورت عليها فيها قلت لها الصبح أنت حيرانة كثير وانا حدلك النمرة دكتور اليكس وخليه يصلي معك وانت حتشوفي المحفظه بتاعتك هللويا <applause> قامت قالت لي اتصلي انت يا ماما قلت لها نو يو يو كول يو يعني فاتصلت هي معك وصلت مع دكتور اليكس بليف صدقوني النهارده النهارده كانت بتصلي بالدموع ما في ساعه ما في ساعه اتصلوا خبت... بيها وقالوا دورنا شفنا المحفظة وكل الفلوس والكريدت والدرايفر لايسن وإفري كانوا موجودين في المحفظة بتاعتها ماجدة من الفرح طايرة من الفرح قلت لها اتصلي بالدكتور علي تقولي له شفنا المحفظة يا دكتور علي هللويا ماجدة للرب مجدل. طب لنا اختبار كثير. البيت كمان يا بنت الرب الرب عمل إيه في يا. موضوع البيت أنت عندك اختبارات كتير يا. يا. أنا انا بحبك كثير يا دكتور انا بحبك بحبك والبيت بكله بيحبوك يباركك وكل رب. اولادي بيحبوك واحنا بنحبكم كثير يا ربي يباركك احنا كنا بندور على بيت وحيرانين وبناخذ بندخل بالبيت جو بنطلع من البيت او زين ابر يناسب الفلوس اللي عندنا امم دكتور اليكس اتصلت فيك ما فيش ثلاث اربع ايام شفنا بيت باحسن مكان وما فيش حد اخر للبيت ده كانه الرب هيا ان البيت ده قال ده البيت اللي انتم آه بتدوروا عليه خدوه هللويا قلت له انا الدكتور عليك آه آه يعني آه انا مش عاوزه بيت الا ما يكون باختيار الرب مقدم. انا بيت ما بيختاروا الرب مش عاوزاه يبي يعني يحطوا كل الصعوبات قدامي قبل ما اختار البيت صدقني يا دكتور اليكس اخذنا البيت بسعر اقل ما كنا بدنا نتوقع بالمكان ده بياخذوا البيت باعلى من سعره ب ألف واو اخذنا البيت يا اخذنا البيت باقل سعر هللوي واحسن مكان والما... والبيت, أي آه. والبيت اللي يا... والبيت اللي اخذناه الناس كانوا مباركين بشكل يعني ما اخطاء يعني انتم الاحسن مقدر. كانوا كل التسهيلات قدموها لنا هللويا يا دكتور هللويا مبارك اسمك يا رب اللي يزرع بقناة الكرمة واللي يتصل بقناة الكرمة والعاملين بقناة الكرمة صدقوني ما بتخسروا شيء ما أبواب قدام كل اللي يتصل هللويا. ويكون بأمان يعني بإيمان من قلبه كله يكون يعني بايمان يتصل ويطلب بالشيء اللي عاوزه وانا كمان عندي اختبار مع مدام سلوى اتصلت فيها عشان جودي وكانت كل الاشياء كويسه عشانه يعني مو ليس لا يعني ما بمدح بقناه الكرمه ولا بالعاملين بقناه الكرمه وماله لو القناه دي لا قناه المجد للرب بس مم. والرب يعني المجد طبعا للرب وثانيا للقناه لو احنا ما كانت هذه القناه ما كان عرفناكم ولا اتصلنا ولا طلبنا ولا صلينا معاكم انا ب يعني صوتي إيه بضم لكل الموجودين مم. اتصلوا وطلبوا اطلبوا بايمان حتلاقوا كل التسهيلات وصدقوني وكل والرب حيكون معاكم ويبارك بيتكم واولادكم وحياتكم إيه ما أقدر عليلوية. اشكركم كثير كثير وبشكركم كثير كثير شكرا الرب انتوا ناس كويسين 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 <applause> شكرا انتوا احلى <applause> ربنا يباركك شكرا بنت الرب أتكلم من سان دييغو سان البيوت غاليه جدا لكن الرب ادهى البيت بسعر اقل من 100 الف سعر اقل من 100 الف والابنة كانت معانا الصبح كانت بتبكي بكاء شديد فالرب قال لي طمنها هتلاقي المحفظه النهارده وقلت لها تعمل ايه بالروح القدس وسمعت الكلام وعملت بالروح القدس اللي بيفحص كل شيء وبيورينا الاماكن الضيعه وهنفهم مم. ان انا عاملون مع الله انا بعمل ايه معاه؟ بعمل معاه ايات عاملون مع الله بعمل مم. على مستوى الله بنعمل ايه مع الله؟ مم. عجائب وقوات مم. بنعمل ايه مع الله؟ توجد الاشياء المفقوده كلمة امتياز عاملون مع الله مش بعمل على مستوى بشري ولا على مستوى إنساني لكن على مستوى الروح القدس آيات وعجاب يومية مم. ولحظية مم. كل دقيقة وكل ثانية معاك اتصال تاني مع معي. آه. آه. اتصال تاني بس أنا أعلق فعلا كانت بتقول اللي بيزرع في قناة الكرمة بيحصد بركات واختبارات أنا بتكلم على المستوى الشخصي صدقوني كل الناس اللي هنا بتزرع في عمل الله في المكان ده وصدقوني كلنا بنحصد بركات فعلا احنا ما نستاهلهاش مش عشان شيء فينا لكن لان الله فعلا مبارك المكان ده بغنى انا بقول الصدق في المسيح معانا الاخت انطوانيت من نيويورك اهلا بيكي اخت انطوانيت اتفضلي اهلا حبيبتي ألو. اهلا بيكي اصلي شو صغيرة ابي ابانا الذي في السماوات اسمك لياتي ملاكوتك ليتقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا جوهر اعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في التجربه المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى إيه الابد يا رب يا حبيبي تشورت خاطري عندي ركبتين صار لي خمس, خمس سنين ونص وانا بالوجع ما بقدر أمشي غير بالواقع، أوقف ثلاث دقائق <applause> بسير أطيح بالمجرح، بشدوا علي، أطلب منك يا أبو يا أبي يا بابا يا شو بطلب منك الرحمة منك تشفيني يا رجاك أنت كل بالكل أنت حبيبي أنت حبيت عيني اللي بشوف فيها ما إلي غير ذكرك حبيبي 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 أنت لا تنساني أنا بحبك من كل قلبي بابا يا شو أنا ما مني بالله بحب الصلوات مش عم الليل من كتر الوجع لك اختي صلي معايا صلي معايا امين قول يا رب يسوع. يسوع يا رب يسوع يا رب يسوع استقبل قوة شفائك باسم يسوع وتحريرك يا رب مجد. بعمل يا الدم رب. يا حبيبي انت بعمل دم يسوع يا رب يا رب قولي بعمل دم يسوع وقوه الصليب وعمل روحك القدوس يشفيني الآن امين يا رب, رب. بنثق انك مديت ايدك على اختك انتوانيت يا رب كل متالم كل حزين كل ضعيف انت تقويه انت تشدده انت تشجع ينسكب روح الله بقوه من الاعالي يا رب على يا كل نفس متضايقه فيحررها لانه لا طريق للحريه الا حريه الابن الوحيد يسوع ان حرركم الابن بالحقيقه نصير احرار نؤمن يا رب ان حريه تخرج عبر الشاشات تفك قيود المرض وتفك قيود الادمان وقيود الخطيه وترفع كل ثقل والخطيه المحيطه بسهوله في اسم يسوع أمين. امين امين يا حبيبتي الرب يلمسك ويشفيك في اسم يسوع هنكمل صلاه عشانك في اسم المسيح ايوه أسيس اليكس حضرتك آه. كنت بتتكلم على عمل الله نعم. والاختبارات آه. اللي ذكرتها الاخت ولا في تاني؟ آه في اختبارات تاني بنشكر الله آه بنهني كل احبائنا اللي نجحوا في الثانويه العامه آه. وصلنا عدد من الاختبارات لا باس بيها صحيح. والاخت اللي طلعت الاولى ادبي بنهنيها اخت مسيحية نشكر الرب لاجلها وبنشد قناه الكرمة لو تقدر تعمل لقاءات انه في اوائل كتير احنا بنهني المسيحيين والمسلمين وبنهني الجميع بالنجاح ما عندناش تفرقه عنصريه لكن في ناس مميزه بيقولوا انه التلفزيون في مصر عمل لقاء مع العشر مكرر والناس اللي هم يعني بيعرفوا الرب او كده استبعدوهم من اللقاءات فارجو من قناه الكرمه تعرفنا على الاوائل في حتى من بلد اسمها ديروت انا كنت عايش فيها في اسيوط حد برضه بيعرف الرب طلع من العشره الاوائل واسماء كثيره فمن ضمن الناس اللي بعتت مجاميع كبيره قالت بتشكر الرب وبتشكر قناه الكرمه انكم انتم صليتوا معانا أقوى اختبار جاني في النجاح هو من الأخ فادي من كلية الهندسة ودوا كان في المشروع بتاعه وهو داخل في المشروع بتاعه شخص متميز جدا من كتر امتيازاته مشاريعه وهو طالب بتدرس وبتطبق على مستوى كبير جدا رغم إنه لسه ما اتخرجش اتخرج من كلية الهندسة حديثا وبتقدير ممتاز امتياز مع مرتبة الشرف وبعتوا شهادة شكر يقولوا نشكر قناة الكرمة ونشكر صلاتكم أنه فادي نجح بالامتياز بعجوبة لأن حضرتك أخت سلوى وهو بيقدم المشروع بتاعه رغم أنه ممتاز على كل مدى السنين الأستاذ اللي كان بي مشرف هنا ولا في على المشروع مصر. في مصر مشرف على المشروع قال له أنت فادي ايه قال له أنا فادي كذا 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 فقطع المشروع وقال له صفر علشان اسمك قطع مشروعه علشان <applause> اسمه ما عجبوش رغم انه متكامل جدا ورمى المشروع في الزباله وهو كان بيبكي وبيعيط لانه ملوش ذنب في ان هو الاستاذ رفض مشروعه الا اسمه فكان محبط جدا واحنا صلينا لاجله ان الرب يبطل مخططات اخي توفل لسقوطه بسبب اسمه علشان اسمه مسيحي يعني ففوجئ في النهايه وهو بيدخل الامتحان بيقول هدخل اعمل ايه؟ ما خلاص هو الاستاذ قطع لي المشروع ورماه في الزباله وانا صائد. فقلت لهم معلش خليه يدخل والرب هيبطل مشوره اخي توفل ويبطل تخطيطات العدو. ما صدقوش يعني قال خلاص السنه ضاعت والسنه راحت وكل حاجه راحت. لكن فوجئ بعد الامتحان انه خد امتياز مع مرتبه الشرف. فبيسال ازاي ده الأستاذ اللي مشرف مشروعت. على المشروع بتاعي آه. قطع المشروع قدامي ورماه في الزبالة وقال لي أنت سائط قال له ما هو بعد ما عمل كده جات له نوبة قلبية وراح المستشفى في أزمة قلبية واللي حط لك تقدير الامتياز النايب المعيد اللي تحته لأنه آه. كان شاف مشروعك هو ملحقش يكتب أنك سائط لكن المعيد المشرف اللي هو تحت ايده عجبه جدا المشروع. اه وهو اللي كتب لك التقدير امتياز ماجدا فطبعا لما واه. نشوف حضرتك ايات عجيبه زي دي آه. واخت برضه آه في السعوديه آه كان الكفيل آه يعني بسبب سفره باسبورها ضايع لعشرين 20 سنه ومش عارفه مم. تطلع بلا عمل وبلا شغل ملقاه بقراءه نفسها على قارعة الطريق كانت زي الأخت اللي اتكلمت من سان وإحنا بنصلي بعد عشرين سنة فشل لا راتب ولا أي حاجة ولا تشتغل. مخرج طب. الساعة عشرة اتكلمنا جالها التليفون الساعة 12 الظهر إحنا لقينا الباسبور بتاعك وعندنا تعويض ليكي واو. 15 ألف ريال عن الفترة العشرين سنة اللي انت عديها بدون شغل ياه. وكانت تقدر تروح على بيتها وتلاقي راتب عاملونا مع الله احنا عاملون بامتياز عظيم غير طبعا الأمراض المستعصية طبعا. اللي بيبعتوها أخت كان عندها فتاة وكان متحدد ليها معادل عملية والفتاة طالع بره السرة وعمل لها أزمات في الهضم وعمل لها أزمات طبعاً. في كل حاجة، كان بيحصل اختناق سترانجوليشن مم والاختناق ممكن بيعمل غرغرينا بعد كده، فقالت يا رب أنا واثقة في أمانتك وإحنا بنصلي مع الكارما ومسحة الله هترجع الفتاة مكانه، الفتاة رجع بدون عملية وبعتت لنا التقرير والصور وقالت الرب رجع الفتاء مفيش عملية مفيش سترانجوليشن كل شيء لمجد الرب، عاملونا مع الله هليلوية. حضرتك واحنا بنقرا ان احنا بيقول عاملون مع الله ناس كتير بتدور على ساعه قبول وناس كتير بتدور امتى ربنا هيسمعني وناس كتير بتتكلم كل يوم يقول لك المشاكل طولت قوي أي. والازمات كترت علينا قوي بس عارف اللي بيعمل مع الله ده بيعمل في حساب بركه الحاضر في لغه الماضي يعني ايه الكلام ده لان هو بيقول وقتك اللي احنا فيه ده ده وقت مقبول وبدل ما تطلب المعونه انا اوريدي اعنتك، اعنتك من قبل تاسيس العالم في المسيح، أيوة. فما تخليش ابليس يخلط عليك الرسائل ويفهمك ان الوقت ده وقت تعب ووقت معاناه لان التعب والمعاناه شالها المسيح كلها في جسده. اخت مره كده بتتصل اخت سلوى بتقول لي انا حاسه بفشل وحاسه باحباط ومفيش حاجه ماشيه وكل حاجه ضدي والناس ضدي والظروف ضدي وكل حاجه ضدي قلت لها بس ربنا معاك بتقول لي لا هو مش بيقول شركه الام المسيح ما هي شركه الام المسيح امراضي شركه الام يا. المسيح اوجاعي اناس كتير فاهمه شركة غلط ألام شركه الألام, الألام. لا شركة آلام المسيح اللي هي الآلام بسبب الخدمة أيوة ألام لأجل المسيح لأجل المسيح طبعا. مش إن أنا عندي إحباط وعندي المرض ده وعندي ده وإبليس آه. يخيل للناس إنه دي شركة آلام المسيح مم. لا شركة آلام المسيح دي بعديها أمجاد يا جماعة طبعا. وهنفهم برضو فهنا حضرتك الرب بيقول إن يومك يوم خلاص خلاص من الخطية خلاص من المرض خلاص مم. من الضعف طبعا. بيتكلم عن الوقت واللحظة دي إنها ده مش وقت إن تقول الرب رفضني وزي ما معظم الناس بتقول الرب سابني وهو ربنا راح فين؟ عيش في اليوم واللحظه اللي بيقول في يوم مقبول سمعتك وفي يوم خلاص اعنتك يومك يوم خلاص النهارده وقتك وقت مقبول من لدى الرب في ناس مستنيه اللحظه تيجي اللحظه جت واليوم جه وبيقول اعنتك الان الان وقت مقبول هو الان يوم خلاص وكلمه يوم خلاص دي سبعه مفتوحه مش بس خلاص من الخطيه خلاص من التجارب خلاص من الظروف حط كلمه قدام الخلاص اللي سبعه مفتوحه خلاص من كل الاشياء اللي تعباك ومورقه حياتك الرب بيقول لك يومك مقبول يوم معونه وقت خلاص ما تقبلش اي رساله بيبعتها عدو الخير غير كده امين حي. ناخد الاخ ماجد من فرنسا اهلا بيك يا اخ ماجد اتفضل حضرتك على الهواء أهلا بيك يا أستاذ أهلا, أهلا بيك أهلا بيك أستاذ ربي يباركك تفضل باركك وأنا معلش دايما بزعجك يا أستاذ تفضل تفضل لكن صدقني غصب عني أنا خرجت من مركز تأهيل أيوة آه قعدت في ثلاث أسابيع وبعدين عظمة آه الحوض باظت وأدوني كورس متحرك وما زلت تعبان اكتر مش عارف اصلي ازاي حتى بدات اشك في نفسي وفي كل ظروفي ومن كتر الكورتيزون وشي ابتدى يورم ومش قادر حتى اكل و... وبديت أهزل من كل من وقت للتاني بقع حتى مش قادر اقف اعمل حاجه لنفسي كل اللي الحكومه عملته بيبعتوا لي واحد يساعدني ساعة في الأسبوع. ساعة في الأسبوع؟ أنا ما زلت مشغول أخ ماجد أنك ترفض من جواك كل روح فشل وكل روح ضعف وتدعو بالإيمان والثقة على حياتك. صلي معايا أخ ماجد. قول له أشكرك يا رب. أشكرك يا رب. لأن الوقت أسمع. لأن الوقت وقت مقبول. وقت مع واليوم واليوم يوم خلاص امين يا رب يوم خلاص من الهموم من الهموم والمضايقات والمضايقات والامراض والامراض والتجارب والتجارب والحروب الروحية والحروب الروحية والنفسية والجسدية النفسية والجسدية أشكرك لأنك بحسب وعدك أشكرك بح أنك بحسب وعدك بتقول قد سمعتك بتقول قد سمعتك وقد أعنتك وقد أعنتك وأنا أقبل الاستجابة وأنا أقبل الاستجابة وأقبل يوه. المعونة الإلهية وأقبل المعونة الإلهية على بيتي على بيتي وأولادي وأولادي وروحي وروحي ونفسي ونفسي وجسدي وجسدي وأرحب بِكَ يا روح الله وأرحب بيك يا روح الله روح القوة روح القوة والمحبة والمحبة والنصح والنصح يطرد كل روح فشل يطرد كل روح فشل وكل روح عياء ومرض وكل روح عياء ومرض وتنبت صحتي سريعا وأتم صحتي السعيدة أمين أخ ماجد رب يكمل معاك بسمي يسوع. ردد وعود البركة والإيمان والشفاء على حياتك والرب يقويك من مجد المجد وإحنا هنصلي لك في قناة الكرمة ودايما فاكرينا أمين أمين يا أخ ماجد رب معاك ويحسن إليك في اسم الرب يسوع يكمل معاك الرب يديك اختبار رائع عشان تفرحنا أمين أسيس أليكس نعم. في تلبة صلاة جات لنا من الكنترول روم شاب آه. من شباب الكرمة امتحن الدرايفر لايسنس ونجح آه. ومعاه البيرميت بس ليها أربع شهور ما جاتلوش الدرايفر لايسنس فبعد ما امتحن ونجح بيسوق طب يروح لسه بال... يوريهم الورق ويطلب هم تصريح الواحد يسوق بيه شويه بس ليها اربع شهور ما وصلتلوش طيب انا بنجده يعني هي متاخره في فيه. البريد ولا لا من حقه لو اتاخرت يروح الدرايفر لايسنس يوريهم الورقه ويوريهم النظر اه يطلعوا له واحده بداله ما انتظرش آه، أوكي. وكمان بننتهز الفرصه بنبارك لاخونا الحبيب تشارلي أيوة. وستينا آه فرحهم قرب ويتمم لكم الرب بخير وهنصلي لاجل الامرين ده أمين. يا رب احنا بنشكرك لاجل تشارلي ويستينا أمين. بنشكرك يا رب لاجل هذا القبل الجديد يا رب. وبنشكرك لاجل خدمه تشارلي في الكارما يا رب أيوه. والسفر كتير وبيزيع مؤتمرات بارك يا رب العرس واجعل عرس قانا الجليل وفيض يا رب بملء الروح القدس في هذا الفرح فرح قلوبه هو ويستينا واديهم يا رب فعلا فرح نشهد ونخرج ونقول حقا لقد رأينا الرب. بارك حياتهم ومستقبلهم والبيت الجديد المبني على صخر الدهور. اخونا يا رب اللي ما جاش الدرايفر لايسنس نثق يا سيد الرب انك تأتي به سريعا ايوه وتطلعه بسرعه وتعوضه يا رب عن الاربع شهور والانتظار يكون خير في اسم الرب يسوع امين امين. مخرج كبير عندنا رب مباركه وشاب فقي رائع. فبنصلي له في طلبه صلاه جاتني النهارده اول ما دخلت الكرمة حتى قسيس واحده اخت تقيه باستمرار بتتصل بينا والدتها تعبت عندها مشكله في القلب ودخلت المستشفى وادوها حقنه غلط فطبعا تعبت قوي وهي في الرعايه المركزه في حاله حرجه والاخت دي فرح بنتها قريب بعد ايام فهي على اعصابها وعايزه الرب يتلامس مع الام التقيه دي لان الحقنه الخطا اللي ادوها لها يعني تعبتها قوي 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 حاضر. فعايزين نصلي لها مم. ان الرب فعلا يشفي الام أمين. والزفاف بتاع بنتها يتم بخير امين امين وانا جاي برضو كنت باخد طلبات صلاه وانا سايق واخت اسمها ايه هي 78 سنه بتطلب مننا برضو من الكرمه صلاه لاجل تهم بتتحدف عليها وهي براء منها هي عندها ولدين لكن كانت بتعيط بصورة شديدة أنا بحاول أرد على المكالمات وأنا نايم وأنا سايق وأنا كل حاجة مم. اتأثرت جدا وهي 78 سنة وبتقول التهم بتتحدف علي بدون ذنب وناس بتحاول تأرقها وتحاول تأذيها وفي السن الكبير ده رغم إنها سيدة وقورة يا رب بنرفع الأخت إيه اللي طلبت الصلاة مني يا من يا قناة رب. الكرمة يا رب في كل ألامها وفي كل أوجاعها مم. وبقول لك أختي إيه لو بتشاهدين الآن الكتاب بيقول طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين مم. افرح لأن أجركم عظيم في السبا الرب يعظم أجرك ويعظم فرحك أختنا يا رب اللي خدت الحقنة الغلط وفي العناية المركزة يا وفي انتظار زفاف الإبنة أنت هو رب القيامة والحياة نؤمن بك يا نوم بيك رب أن ترسل مم. لها حياة وترسل ليها حياه افضل وتقيمها الان يا سيد وتحضر حفل الزفاف يا رب بكل رب بركه وبكل نعمه ولا عقها شيء لاشي تاثيرات الابره الغلط والعلاج الغلط لانك انت فيك النعم والامين انت صح في كل شيء انت الاله البار انت اللي كل شيء مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معه امرنا اذهب بزياره خاصه افتقد جسدها يا رب الدم الاعصاب وكل ما صنعته الابره يا رب والانجكشن الخطا دول يزول يا الان في قوه اسم الاب والابن والروح القدس وتخرج اختنا من العنايه المركزه أمين يا الان يا رب. وتفرحها بزفاف ابنتها امين امين مبارك, مبارك اسم الرب نرجع لعاملون نرجع. مع الله م. وصفات الذين يعملون مع الله م. اي شخص ممكن يعمل مع الله أه. ولا لازم يتمتع بصفات معينه يعني هو, هو في هو بيت كبير حضرتك عارفه في انيه في انيه ذهبيه في فضه في خشب وعشب وقش وفي حجاره كريمه فيعني نشكر الله انه في البيت الكبير يعني الله بيرحب بكل النوعيات بس الموست افكتيف مين اللي بيكون مثمر انا بحب ناخد برنابه حضرتك من اعمال حداشر كمثال لعاملون مع الله آه برنابة لما سمع كده الخبر إنه في نهضة في أورشليم وبيقول لما سمع في أذان الكنيسة التي في أورشليم آه لما بعتوا البرنابة برنابة رأى نعمة الله لما بيقول الكتاب إن احنا ونحن عاملون من الله أول حاجة بنعمل بالنعمة فنعمة الله اللي شافها برنابة بنى عليها إيه الأجواء اللي كان بيعمل فيها برنابة آه علشان ينضم للرب جمهور غفير انضمام الجمهور الغفير ده كان نتيجه طبيعيه لحياه برنابه كشخص بيعمل صح فانا بيوصف برنابه م. انه كان وعظ وعظ الجميع تكلم بكلمه الله فانا وانا بعمل بكلمه الله بتكلم بكلمه الله ان يثبتوا في الرب بعزم وبعدين بيقول عنه الكتاب ايه بعزم القلب كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس م. ممكن الناس يبقى عندها مواهب الروح القدس بس سوري ما فيش اخلاق او ممكن يبقى في مواهب الروح القدس لكن الاخلاق ضايعه ما فيش احترام ما فيش كرامه لكن احنا بنجد برنابا كشخص كان يعمل في الملكوت كان بيبني على نعمه الله الكتاب قبل ما بيوصف انه كان ممتلئ بالروح يصف صلاحه واصف حياته المستقيمه امام الله واصف ان هو كان يعيش سراج لرجل كلامك ونور للسبيل ثالث حاجة كان بيعتمد عليها برنابة في العمل مش كلام الحكمة الإنسانية ولا كلام الفلسفة المقنع لكن كان يعتمد على روح الله رابع صفة بنجدها فيه أنه كانت كلمة الله الممتلئة بالروح وممتلئة بقوة الروح كانت ممتزجة بالإيمان الإيمان العامل بالمحبة اللي بيجيب نفوس أربع صفات جميلة لاحظ إن هو ما بذلش مجهود في زيارات كتيرة مثلا علشان يحاول يجيب الناس بمجهوده للرب لكن حضرتك أختي سلوى وأنا متأقن أنه أحبائي في الكرم على مستوى عالي في نعمة الله وفي صلاح الله النفوس كانت هي اللي بتيجي زي ما التليفون بيرن عليك وعلينا من الصبح للليل إيه اللي بيجذب الناس من العالم أجمع ونشوف تغييرات في السعودية في الكويت في الدول العربيه في مصر من كل دول وجودي في محضر الله بهذه الصفات الكامله يقول كانت النتيجه ايه انضم الى الرب جمع غفير, غفير فبينضم للرب اللي فيك بصفات الصلاح وبصفات واعمال الروح القدس وكلمه الله لما تمتزج بالايمان خمس حاجات يتمتع بها الشخص الذي يعمل مع الله يعمل بايمان يعز بالكلمه يشهد بالكلمة آه، ناس كتير لما تيجي تشهد تشهد بأي حاجة من غير الكلمة أحيانا يجيني رسائل كده على الماسنجر يقول لك شير الرسالة دي تبقى رسالة شخصية ولا بتاع وخد بركة العمل فلان بينما كلمة الله هي الأبقى يعني أنا كانوا يكرزون بالكلمة آه بدل ما تشير أي حاجات على الفيس وعلى الماسنجر شير كلمة الله وحط كلمة الله عيش صح اتكلم صح امتلئ بالروح القدس خلي فيه ايمان خمس حاجه النعمه نتيجه الخمس حاجات دول انضمام جمع غفير وبيقول كده خرج لبرنابه لما وجدوه في انطاكيا اجتمعت الكنيسه سنه كامله يبقى طلع من اورشليم على انطاكيا الاعداد بتزيد التعليم بيكبر طلع من نهضه اورشليم على نهضه انطاكيا قعد سنه كامله يعلم بنفس الطريقه وفي أورى شريم كان جمع غفير وفي انطاكيا جمع غفير ومنين ما كان بيتحرك في العلاقه والشركه مع الله الصح والامتلاء بالروح القدس والامتلاء من الايمان والامتلاء من النعمه مجرد وجوده في هذا المكان جموع غفيره كانت ودعى تلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا مبارك اسم الرب يعني الشخص لازم اولا يمتلئ من نعمه الله نعم. النهارده جيت تليفون في منتهى الغرابه حد واحده بتتكلم كخادمه ايوه وكانت طالبه صلاه لامر معين فانا صليت معاها اه وبعد ما قفلت السكه بيقولوا لي الاخوات لو تعرفي سلوكيات هذه الاخت آه. يعني فعلا هتتعبي آه. نفسيا آه. ولما حكولي على طلبات الصلاة اللي كانت قبل كده آه. وإزاي إنها يعني ماشية مع حد غير مسيحي وعندها زوج وأولاد وحاجات بسمع. وتتكلم على الخدمة كأنها خادمة أه. يعني أنا أنا في سر بقيت أقول إزاي إزاي أي. يعني أه. إزاي في ناس ليهم صورة التقوى أه. فبمناسبة نحن نكون عاملون مع الله أه. أو نكون عاملان مع الله آه. لازم يبقى لنا حياة التقوى، لازم يا جماعة العمل مع الله مش وظيفة أنا أخاف عليك تكون بتخدم ولم تختبر نعمة الله، أخاف عليك لأن دي ده أنا بحسه إجرام في حق الله ده استهتار بقداسة الله لكن إحيا القداسة وإحيا التقوى أولا وعيش في حقل النعمة وتغرس في النعمه وتغرس في كلمه الله زي ما كان بيتكلم القسيس اليكس وبعدين اقول له ماذا تريد مني يا رب ان افعل اخدمك ازاي ايه نوع الخدمه اللي عايزني اخدمها علمني كيف اتضع قدامك علمني كيف تكون لي ركب ساجده علمني ازاي احيا بالقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب وبعد ما احيا القداسه انت هتشكلني وتخليني اشتغل معاك احنا بنشتغل مع ملك الملوك ورب الارباب بنشتغل مع خالق السماوات والارض احنا مش بنلعب كنيسه ولا بنلعب خدمه لا. جماعه الخدمه مسؤوليه مسؤوليه بنسبه 90% قبل ما تكون امتياز مكتن. الرب ادانا امتياز نخدم معاه نعم بس الخدمه هي امانه الخدمه هي ظرف دموع الخدمه هي صلاه الخدمه هي معرفه الكلمه والخدمه هي ان نحيا بحسب الكلمه المقدسه التي بين ايدينا يحفظنا الرب ان احنا نمثل خدام لله واحنا بعيد عنه كل البعد امين فحضرتك قلت ان الخدام اللي بيخدموا مع الله أم. يتمتعون بنعمه الله ايوه وايه تاني؟ آه النعمه الصلاح الامتلاء بالروح القدس ثمار الروح الايمان آه الامتلاء كمان للمواهب، استخدام المواهب في الروح والتوقع انه كنتيجه طبيعيه للامتلاء جموع غفيره. في بعض طلبات جات ممكن ناخدها على أوه. السوشيال ميديا أخت مادلين من أتلانتا بتقول ربنا يبارككم انت والأخت سلوى بنصلي من أجل بنت أخت الشيطان دخل بينهم وبين الزوج والبيت مولع والحياه بقت صعبه قوي بنصلي لاجل بنت اختك الرب يحررهم ويفك الأسرة ويعطي سلام في العائله في اسم الرب يسوع ينظر اليهم ويحل كل المشاكل ويعطي نعمه فوق نعمه. في كمان رومي بيقول سلام المسيح ليكو الاخت سلوى صلوا من اجلي حيث انكم صليتم لي قبل عمليه استئصال الرحم وملحقاته للتخلص من السرطان. مكتوب أجريسيف كانسر اختبار حلو سلو انا وحضرتك صلينا مع بعض وكان في عمليه استئصال الرحم وكان أجريسيف كانسر يعني من الدرجه الرابعه المنتشر وبيقول الحمد لله لأن الصالح اللي كان حاضر معي مده طول العمليه اللي زادت عن ثلاث ساعات ونص واعلموني باني لا احتاج لا كيماوي ولا راديشن واعلموني بالشفاء إن الى كل اللي محتاج ان نعمله آه تعمله آه تستمر بس كل اربع شهور علشان تشيك اب للتاكد ان السرطان لن يتواجد مره اخرى لا شكرا اخت رومي على هذا الاختبار شفاء السرطان من الدرجه الرابعه بنصلي بلجاجه في كل صلاه تقوم وانا واثقه مؤمنة جدا آه الراجل الصلاة بلجاجة وأنا واثقة مؤمنة جدا من قوة صلاتكم وأنها بالفعل تصل عرش الله جميل. كما حصل عندما دخلت العملية وكانت الأخيرة بقوة صلاتكم جميل. والله يجزيكم شكرا أخت رومي وإحنا بنثق في أنه كل مرة في تشيك أب بعد الأربع شهور بعد ما الرب لاشى سرطان الرحم من جسدك ولاشى التأثيرات في كانسر أنه يكمل معاكي بكل قوة وبكل مجد شكرا على مشاركتك لينا كمان الأخت جانت عياد من مصر بتصلي للبث اليوم مجد غير عادي شكرا سيدي. ليك الرب يتمجد في كل العاملين في الكرمة أمين. والأخت سلوى بتصلي لك السلام بتصلي لأجلك ولأجل جوزيف وبنصلي لأجل كل أفراد العائلة يباركك الرب ويحفظك يشددك ويشجعك ويصنع بيكي عجمه في اسم الرب يسوع امين امين ناخد الاخ كمال من الجزائر اهلا بيك يا اخ كمال تفضل حضرتك على الهواء اهلا بيك تفضل سلام المسيح سلام المسيح معاك يقدر يقضي يتصل بي اتصل عليك احنا معاك اتفضل حضرتك ما عندكش رصيد كنت البرنامج لا لسه البرنامج مخلصش خلصش احنا سامعين يخلص, يخلص لما يخلص آه اكلمك يعني تمام اه عايز الاسيس اليكس يتصل بيك انا عامر يس اوكي طيب خلاص ان شاء الله طيب الكنترول النمره بعد الحلقه اه أكلمك. ناخد النمره ونبقى نكلمك في اي حاجه تحب نصلي لاجلها؟ انا انا عندي مش مشكلة في القولون مشكلة في القولون؟ نعم حاضر انت قبلت الرب سيد وملك على حياتك وعلى قلبك انا مسيحي انا أه. مسيحي يعني 2012 بنشكرك يا رب لاجل اخواتنا العابرين وبنشكرك يا رب لاجل محبه الله على قلوبهم وعلى انفسهم بنصلي يا رب من كل القلب في اسم يسوع المسيح انك تشفي يا رب القولون اي مرض يذهب عنه بنصلي يا رب لأجل سلامه كل احبانا العابرين وقوه واعلان روح الله على حياتهم الله. وعلى اجسادهم وعلى كل ما ليهم ابروا بالكامل يا رب من راسه الى قدميه واعطيه نعمه فوق نعمه يمتلئ من حضورك ومن روحك القدوس الان روح الشفاء وروح القوه أم. امين امين ربي يلمسك والاسيس اليكس هيكلمك ويصلي معاك احبائي المشاهدين طلبات الصلاه بتنتظرنا في الكنترول روم هنطلع فاصل نسمع ترنيمه حلوه وحنرجع نكمل معاكم ونصلي معاكم وناخد باقي طلباتكم ابقوا معنا أسلوب حياة أهلا بكم أحباء المشاهدين ونحن جميعا عاملون مع الله شرف كبير أن الرب يرضى ويوافق ويستخدمنا المجد اسمه طلبات الصلاة جت هنصلي لاجل طلبات الصلاة والسوشيال ميديا بعتولنا لنا طلبات صلاة، أسيس اليكس معاك طلبات صلاة كتيرة. وأنا معايا شوية برضو بس مش كتير. آه. بنصلي لاجل ندوة فدوة آه بتطلب لأجل الحصول على الجنسية يكون ليها تأمين صحي، الرب يفتح قدامك الباب ويعطي مم. هذا التأمين. قال حنا في المستشفى برين دامج الرب يلمسك ويعطيكي شفاء بنت الرب بنصلي لاجل زوج اخيها عملت عمليه ونتاج التحاليل يوم السبت وعندهم طفل صغير في العيله عنده كانسر وبشار الرب يعطيه زوجه صالحه في اسم الرب يسوع ينظر اليهم وتكون كل نتائج جيده ويشفي السرطان اشخاص اتظلموا في نتيجه السنوية وعايزين انصاف الرب يبارك في التاجيل وفي تقديم طلب الالتماس في نتيجه السنويه ويعطيكم حقكم النظر في قضيه اخ بكره الاربع الصلاه ومشاركه المؤمنين بحراره يتمجد الله يعفو عنه يطلقه من اجل الرحمه هو بالسجن في دوله اجنبيه يا رب اذكر جميع المسجونين تمجد في قضاياهم ويتمجد في الاحداث واحكم يا رب ببراءة ليهم اذكرني بصلاتكم لأني مريض جدا وأنا في المشفى والجرثومة رجعت للدم الرب يشفي كل جرثومة وبكتيريا ويعطيك حرية وبنصلي الأهل في بغداد عندهم مقابلة مع الأمم المتحدة في منطقة الخضراء 27 الرب يستجيب لهم تنجح المقابلة بنصلي يا رب لاجل لك كل المهاجرين واللي بيقدموا طلبات التماس الهجره انك تيجي يا رب برعايه وبعنايه وتعطيهم يا رب ان تنفتح امامهم الابواب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك الرب يرد نفس مينا آه بعد إذنك معنا الأخت نجات من كندا أهلا بيك تفضلي حضرتك على الهواء أهلا بيك يا أخت نجات تفضلي أهلا ومرحبا مرحبا مرحب مرحب بيكي, بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك نشكر الرب أهلا وسهلا أتصل البنات اللي عندي خمس بنات والله يخليكم صلوا لي ورجلي مريض عندي حالة نفسية وأنا مريضة عندي سكر وعندي ضغط وعندي قلب الله يخليكم أرجوكم صلوا لي حاضر طيب أختي نجاة أنت واثقة الرب سكن قلبك وحياتك وبيتك انا باوع عليهم يا عليكم رجع كل البرنامج اتفرج عليكم وقلت له اخت هسه اتصلت بي قلت لها هاي حاول اتصل اني يعني تعرف اني جديده ما اعرف انجليزي بناتي يكونوا بالشغل هسه خبرت طيب واتصلت بيكم الله يخليك واثقا الرب كتب اسمك في السفر الحياه وليك حياه ابديه ولا تحب تصلي معايا؟ لا انا احب اصلي معاك قولي له يا رب يسوع يا رب يسوع بفتح قلبي اليك افتح قلبي اليك تعال ادخل حياتي ادخل تعال ادخل حياتي وبيتي امين يا رب وبيتي واغفر كل خطيه واغفر كل خطيه بدم يسوع بدم يسوع اعطينا حياه جديده يا اعطينا حياه جديده انا واهل بيتي انا واهل بيتي نعبد الرب نعبد الرب اعطينا خلاصك انطينا خلاصك وشفائك. وشفاءك وتحريرك وتحريرك من كل ضعف ومن كل مرض من كل ضعف ومن كل مرض وبارك حياتي وبارك حياتي لبستي لمسه شفاء الان لمستي <applause> شفاء الان اشكرك لاجل خلاصك اشكرك لاجل خلاصك لي ولاهل بيتي لي ولاهل بيتي واشفي الزوج واشكر الزوج اشفي الزوج خشي الزوج وبارك البنات وبارك البنات وحياتهم ومستقبلهم امين وحياتنا ومستقبلنا امين انا بطلب منك شكراً. طلب اختي نجاه انك تجمع اهل بيتك كل يوم وتخصص وقت تقراوا فيه كلمه الله مع بعض وتصلوا لاجل بعض والرب يلمسك لمسات شفاء انت أمين. والزوج أمين. وتختبروا قوه الله وحضور الله بالروح القدس يبدد كل انحناء وكل مرض امين امين ناخد بقى التلبوات يا آه. 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 بنصلي لاجل شفاء ماري و... بمصر وشفاء ماجد بفرنسا آمين. الرب يباركهم ويحسن اليهم والرب يرد نفس مينا ويرد لدراسته عنده 16 سنه ترك الرب وبعد ما كان متفوق اهمل دراسته الام والاب يصرخوا ومينا كانت جدد وسلم قلبه للرب وفي سنه اولى اعدادي وامتلا بالروح القدس والان بيقول انه مش مقتنع بالكلام ده رد نفس مينا يا رب وكل نفس ارتدد عن محبتك وعن عمل روحك ارسل روحك من جديد يبكت على بر وخطيه ودينونه ولانك شديد القدره لا تفقد احدا ابدا فرد نفسه واهديه الى سبل البر من اجل اسمك صلاة لأجل ناردين 16 سنة هتنزل مصر لوحدها حماية دم يسوع آه طول الرحلة وملائكة الرب آه وصلنا برضو اتصال من قصة فاضل آه لأجل ابنه آه نزل آه من أمريكا لمصر لكن آه ابنه أصاب بنزلة معوية واستفراغ واسترجاع وكنا بنصلي لأجله على التليفون أذكر رب جميع المسافرين إلى مصر واحميهم من أمراض مصر واعطي نعمة يا رب أن يذهبوا ويعودوا بسلام خصوصا يا رب في وسط هذا الجو الحار والنزلات اشفي الجميع وتنازل إليهم وحماية دم يسوع على الأزواج والزوجات والأبناء والبنات طلب صلاة لأجل شاب عمل حادثة وحالته خطيرة بنشكرك يا رب لأجل النفوس اللي نجيتها من حوادث امبارح كنا أو أول امبارح مع قبل بنصلي فعلا العربية كانت جاية بأقصى سرعة وطيارة النص اللي قدامهم من العربية وقالوا كان بينهم وبين الموت نص سنتي لولا ما أن الرب حفظهم والعربية اللي كسرت الإشارة الحمراء انحرفت بدرجة سنتيمترات بدل ما تدخل في نص العربية تقسمها نصين شالت الجزء القداماني لكن بنشكرك يا رب لأن عيني الرب على خائفين وعيناك يا رب على شعبك الليل مع النهار تحفظ من الحوادث اذكر رب شعبك وهو يقود السيارات أمين وشعبك يا رب. رب وهو في الطائرات واذكر جميع انواع المواصلات سواء اتوبيسات او قطارات واحمي من الحوادث والاحوال الخطيره استاذنك في مكالمه حتى الاسيس معنا الاخت فريده من المانيا اهلا يا اخت فريده اتفضلي حضرتك على أهلا. اهلا بيكي ألو مرحبا مرحبا بيكي اهلا وسهلا بيكي كيفكم انا معجبه كثير كان شكرا لك يا حبيبتي اهلا بيك ابونا اليكس اترجاك بدي منك تنغط صلاه لاولادي اي أيوة. حتى الله يوفقنا بحياتنا ويسترن من البلاوي ايوه ابني صامويل اي أيوة. وبنتي سيما وجبريلا وهيبه اولادي احفادي كلهم اه حاضر حتى الله يوفقنا بحياتنا وباشغالنا امين والله يستر العالم كله امين شكرا ف... كثير اختي فريده إذا أصلي بدي اصلي معك امين قول له اشكرك يا رب اشكرك يا رب لاجل وعدك لاجل وعدك <applause> اليوم يوم خلاص اليوم يوم الخلاص وقت وقت مقبول وقت وقت م. مقبول لوقت مقبول اشكرك اشكرك لاجل وعدك لأجل وعدك إنك سمعتك إنك سمعتني إني سمعتني وأعنتني وأعنتني وقويتني وقويتني وتباركنا وتباركنا بالحياة الجديدة بالحياة الجديدة والخلاص في اسم يسوع والخلاص باسم يسوع أنا وأهل بيتي أنا وأهل بيتي وأحفادي وأحفادي للرب ولمسيحه للرب المسيح أشكرك أشكرك لأن تسكب محبتك لأن تثبت تسكب بمحبتك بالروح القدس بالروح القدس على قلوبنا على قلوبنا وعلى بيوتنا يا رب. وعلى بيوتنا تبارك الحاضر تبارك الحاضر والمستقبل والمستقبل ونستطيع كل شيء ونستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا في المسيح الذي انقذنا نستقبل حياة جديدة مستقبل حياة جديدة ومواعيد جديدة ومواعيد جديدة ويصير الكل جديدا ويصير الكل جديدة في اسم يسوع في اسم يسوع أمين أخت فريدة من اليوم مم. فصاعد تختبري أنت وأولادك واحفادك مستقبل جديد وعود جديدة وكلمة الله تتحقق بس دوري عليها في كلمة الله وشوفي كل حق ليكي في المسيح واطلبيه علشان هو مزمع أن يتبجد في آيات وعجائب في حياتك وحياة أولادك وأحفادك شكرا أمين أمين معنا بنت الملك من كندا أهلا بيك تفضلي حضرتك على الهواء شنعم المسيح أختي شلوى سلام المسيح معاك في... يا أهلا وسهلا أسألك عندي سؤال وعندي طلب الصلاة. تفضلي. نعم قبل أيام قشألك أنا أولا يعني أصلي دائما أقرأ الكلمة يوميا لكن قبل أيام حسيت بروحي الرب تكلم معايا قال لي يا ابني أعطني قلبك فأنا عاوزة أن تفسر لي هاي الآية لأن حسيتها بروحي كانت جدا واضحة وأيضا أطلب صلاة علشان أولادي الثلاثة يرجعوا للرب يكونوا يخدموا الرب سؤل قلبي كل صلاتي أولادي يكونون للرب. آمين. ويثبتوا في الإيمان. أه سؤال جميل أخت بنت الملك. أه القلب هو جملة الاهتمامات، جملة الأفكار، حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك. يعني مثلا نسمع واحد يقول أنا قلبي على ولادي زي النار أنا قلبي في المكان الفلاني في ناس بيبقى قلبها على الثروة في ناس بيبقى قلبها على الصحة قلبها على الولاد قلبها على اللي هيحصل لكن المكان الواحد يحفظ فيه القلب اللي هو منه مخارج الحياة اللي بتخرج منه القلب اللي بيوزع الدم على الجسم كله بيوصل <applause> للمخ فبيفكر بيوصل للايد فبتتحرك بيوصل للرجلين بيوصل للأحشاء فكله بيشتغل فالقلب هو القلب النابض ده مصدر الحياه فده معناه إن إحنا بنسلم أعضاءنا المسيح عشان تكون آلات بر لله علشان يكون الرب به نحيا ونتحرك ونوجد فالقلب هو جملة الاهتمامات جملة الأفكار جملة المشاعر الحياه كلها بأكملها بتتوقف على نبضات القلب فالرب عاوزك يعني توكل على الرب بكل قلبك بقلبك. وعلى فهمك لا تعتمد بعتمد عليه في حركتي بعتمد عليه في مستقبلي م. بعتمد عليه في قراراتي في أفكاري في عواطفي في كل اللي بيخرج منه فدي مخارج الحياة ونصلي الرب يباركك أختي ويبارك أيضا الأبناء بنت الملك ويعطيك نعمة معهم والرب يعطي مسارات قلبية جديدة لتوجيه مسار الحياة للافضل في اسم يسوع <applause> امين آه نصلي لاجل بنتي اسنات بتشعر بالم شديد في العظام بالكامل آه في الجسد اثناء اي حركه تقوم بها حتى لو بسيطه آه مجرد نصيحه يعني كطبيب سابق خليها تعمل اختبار هشاشه العظام آه خصوصا في ناس بيبقى عندها نقص فيتامين دي او كالسيوم لكن احنا بنصلي كمان لاجل ان الرب يزيل كل الم ويجعل عظامها كجنه ريه واللي بيجعل عظام كجنه ريه كلمه الله بيقول وجدت كلامك حلو فاكلته فكان لي احلى من العسل وقطر الشهاد كل ما الواحد بيحس بوجع في جسده يتلذذ بالرب يقعد في محضر الرب فيجعل عظام كجنه ريه نصلي لاجل بيع البيت بسعر جيد بدون تدخلات من اي طرف ولمايكل ميكائيل وميريل للبركه والحمايه الرب يباركهم يحسن اليهم والبيت يتباع في اسم الرب يسوع بنصلي من اجل منار المصري ان الرب يعطي نجاح في الامتحان وهو في سوريا بنشكرك يا رب لاجل شعب سوريا والمعجزات اللي بتحصل في سوريا بنصلي انك تهدئ الحروب أمين وتنتهرها يا رب. وتبارك رب سوريا في حكومتها وفي كل ما تصنع وتبارك منار وكل الطلاب اللي عندهم امتحانات اله السماء يعطيهم النجاح صلي لاجل شخص مدمن الرب يحرره من الادمان ويعيش في الخطيه وبيأذي امه وزوجته واولاده في مصر ونصلي من اجل 16 سنه حتى الان الرب يتدخل بطريقه خاصه ويحرره آه. علاج الادمان ان انا الاقي حاجه احسن من الادمان اللي احسن من الادمان بلذوقوا وانظروا مع اطيب الرب اللي حلقه حلاوه وكل مشتهيات هو الرب يسوع مم. يا رب احنا بنصلي لاجل كل مدمن ياره. انك تتقابل معاه مقابله شخصيه يميني. ويجد فيك الحياه ويجد فيك التلذذ والشبع يصورة. القلبي والنفسي مم. ويخرج يا سيد الرب من قيود الادمان والخطيه ولا يكون سبب اذيه لكن يكون سبب بركه لكل من حوله في اسم يسوع حريه الله تخرج عبر الشاشات لكل المقيدين لكل المتعبين يخرجوا الان من قيد الخطيه ومن قفص الخطيه الحان بتعاني من الام مبرحه بعد عمليه ازاله المبيض يا رب انا بصلي لك لكل اللي طلعوا وخرجوا من العمليات انك يا رب تلاحقهم بالشفاء وتلمسهم وتأتي إليهم يا رب بحياة شفاء حقيقية يا, رب أمت يا الرب عندها عملية فقرات الرقبة يوم 14 8 الرب يلمسك ويشفي الفقرات قبل ما تروح العملية تكون الفقرات أمين استقامت أمين. ورجعت في مكانها الصحيح بدون تعب أو خلل بنت الملك محتاجة فول تايم جوب شغل وقت كامل يا رب افتح أبواب العمل امام اخواتنا واخواتنا واعطي لكل يا رب ان يجدوا افضل عمل وافضل سلري وافضل اشياء منك شيء شفاء لاجل منى وفوزي ونجيبه وناديه من السرطان يا رب بنحصر كل امراض السرطانات بين ايديك وانت سامع الصلاه اللي ليك ياتي كل بشر تسكب من روحك يا رب على كل الخلايا السرطانيه تبرأ بقوه الدم وبعمل الصليب بحسب يس. وعدك انا الرب شافيك وبحسب وعدك الذي يشفي جميع امراضك بحسب وعدك رب اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وقريب قريب تنتهر هذه السرطانات بنت الرب بنطلب شفاء من اجلها عندها الم ومن اجل اولادها الرب يلمس كل الم وضعف ويقيم شعبه امين ابن الرب بنصلي لشفاء اخته وأنتوني وبيتر الرب يشفي ويلمس الكل بنت الملك بنصلي من أجل أولادها الرب يسوع يبارك زواجهم يا رب أذكر كل قبل مقدم على الجواز بارك البيوت بسلام الله ومحبة الله ونعمة الله فلترافق الجميع نوفل الرب يفك الضيق اللي عندك قال أطلبني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني أحسن مصدر للخروج من الضيقه كنا هنشارك عن دبوره النبيه ازاي انه في ضيقات بنخدم الله في الضيقات لما دبوره كان جيش سيسرا واقوى جيش في العالم كان يحيط بيهم من كل جهه ولم يكن هناك مخرج كانت دبوره النبيه قاضية كان كل عملها ايه قاعده تحت الشجره تصلي لدخلت كليه حربيه ولا تخرجت من دراسات عليا، لكن كل اللي كانت بتعمله واحده، لم يكن رجل في وسط الله يصلي او يطلب الرب سواها، وهي تحت الشجره وهي بتصلي وبتطلب الرب كانت تقضي كل اسرائيل، اعطاها الرب خطه حربيه ما تخرش الميه، وانتصرت على مركبات حديد، تسعمية تقريبا من مركبات الحديد، وجيش كرمل البحر وكنجوم السماء، كل ده خدته في محضر الرب. فالفضيقة اقعد واسمع لأن عيني الرب تجولان الأرض يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة وتخرج من الضيقة اللي أنت فيها. مايكل الرب يعطي نجاح في الامتحانات ويبارك الرب العائلة شفاء الروح والنفس والجسد لمايكل شفاء مريت من ألم المعدة بنت الرب نطلب لأجل بنتك شفاء من الحريق يجدد لها الرب الأنسجة الحركة إيديها يا رب. ويعطيها الرب أنسجة وعضلات جديدة. م. بنت الرب بتطلب من أجل الشريك يبعد والرب يفتح باب جديد من أجل الشغل. كل واحد يا رب عنده شريك غير مؤمن أو يا مسيح مع بليعال يا رب أنت تعطي شركة للمسيح مع المسيح وشركة إيمان وتبعد كل شركاء ليس منك. أي. جورج يطلب شفاء وتسديد الاحتياجات في اسم الرب يسوع يتعظم العمل. ابن الرب بنصلي لاجل الاولاد يعرفوا الرب ويجوا للرب ويربحوا للرب شفاء الروح والجسد لاجل عوني وناديه والاولاد الرب يحسن اليهم يشددهم ويشجعهم وشفاء لينا وشفاء الروح لنبيل شفاء لاجل هدى والبنات سعاد الرب يفرح الزوج والاولاد وتفرح في زواج اولادها الرب يفتح الأبواب ويعطيهم أفضل نعمة. هدى الرب يبارك الأبناء يعرفوا الرب ويفتح أبواب الارتباط أمامهم. مكلى سعيد أطلب من الإخوة طلبات السوشيال ميديا شكراً لأخت ليدي على تعبك الأخ الإخوة فريق العامل في في صلوات الرب يساعدكم يستجيب خلصت مرحلتي الأولى في دراسات اللاهوت الرب كان معي في كل فترة الدراسة مبروك والحياة العملية والميدانية والآن في طريقي إلى برنامج دراسي آخر في نفس الاتجاه صلوا وليتعظم اسم الرب ويفتح لي طريق الدراسة الرب يبارك, يبارك مكلة ويفتح أمامك أبواب الدراسة وتخلصي بتفوق ونجاح في الناحية الروحية وفي كل النواحي اللي محتاجاها. أليس كارمي، صلاة لو سمحتم لدي مهماز في قدمي مؤلم جدا رفضت أخذ إبرة كورتيزون للعلاج أه واثقة أن الرب يشفيني بنصلي أه لأجل شفاء القدم وشفاء الظهر والرب يتمجد في اسم الرب يسوع يعطي نعمة ويقويك ويشددك ويلاشي آلامك وأوجاعك. دوده صلي يعني انا تعبانه قوي نفسي حزينه جدا بقالي كده سنه وعندي حزن رهيب وياس فظيع بمر اوحش وقت في حياتي وكل الناس استنى وربنا كمان مش راضي يستجيب ليا ابدا <applause> طيب انا عاوز اقول لكل لك واحد ضارب على النغمه الحزينه ان في ناس يعني بيصروا على الحزن وبيصروا على الاحزان ويعني. يعني اللغه اللي الواحد بيقولها لما نسمع اللغه ديا لما واحد يقول لنفسه كده انا تعبان قوي نفسي حزينه ومحدد الزمن ومحدد المده ما تقفلش الباب على التدخل آه الالهي لانه في وسط الحزن وفي وسط الضيق الرب احنا كنا هنتكلم على التجارب اللي بيمر بيها لما بيقول في كل شيء نظهر انفسنا كخدام لله مش في الحاجات الحلوه لا في الضرورات حتى في السجون حتى يوسف لما كان في السجن بيع عبدا اذوا في القيد رجليه لكن في السجن رغم فراق الاهل وفراق الاب والام والوحده اللي كان فيها لكن اقام الله على كل المساجين من الداخل احنا حن بنبص للخارج للظروف اللي بنمر بيها انها محزنه جدا لكن لما بننسى شركه الله ليه بيدخل بولس وسيله في السجن يسبحان الله علشان اتنين كانوا بيتحدوا في محضر الله في الصلاه والتسبيح طول الليل هزوا اساسات العتب. أيوة. فانت ليك الاختيار تستجيب لحوائط السجن المفروضه حواليك وتستجيب للمؤثرات الخارجيه او تدخل في التاثيرات الروحيه وتعمل بريك ثرو وتشق طريقك في وسط سجون واضطرابات واضطهادات لان الرب عاوز يظهر بمجد والرب عاوز يظهر بقوه غير عاديه. يا رب غير لغه كل حزين يا وكل نفسيه يس. تعبانه م. وكل نفسيه بتقول عندي حزن رهيب واحنا عندنا الرب الرب لي فلا اخاف أيوه. نشكرك يا رب لانك انت الحبال التي وقعت دينا في ارض النعماء جهزت لينا كل شيء وعددت كل شيء واحببتنا حتى الموت موت الصليب فلا تجعل نفسي تصر على الحزن والكابه لكن كان الله معنا فمن علينا شكرا. تعال بزيارات للحزانه والمكتئبين واللي بيدبوا حظهم الليل والنهار لأن إبليس ضحك عليهم في أشياء مش حقيقية لكن إن كان لنا قطوة غسوة فلنكتفي بهم نشكرك رب لأنك أنت هو الكنز الحقيقي وإنت الرب الذي لا عوز لمتقية وإن كنت أنت معنا فمن علينا ما تتأملش في اللي بيجرى حواليك اتأمل في الرب اللي فيك ما تدخلش وتغوص في الظروف المحيطة لأن كل ما في العالم اللي هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة لكن خليك في المسيح في المسيح نستطيع كل شيء وفي المسيح يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ليك الاختيار أنك تعيش في المؤثرات الخارجية أو تختار المسيح نصيب ورب وسيد ودفع له كل سلطان استأذنك في مكالمة نعم. عبد الأسيس فضل. عن الأخ أجي من إلينوي أهلا بك يا أخ أجي تفضل يا مساء الخير اخت سلوى اهلا بيك يا اخ اجي كيفكم عن اجي من شيكاغو اهلا وسهلا بيك كيفكم؟ شو كويسين نشكر رب انا بسالك شلونكم زينين؟ صار من جمعة اكثر من اسبوع هم مخبريكم اه ربي يباركك يا اخ اجي تفضل دائما دائما اتابعكم ما شكرا لكم اكتب هم انك اكتبكم اكتب هم من الكومنت تعليق اكتب كومنت تعليق اه هاي. يا yeah, شكرا آه رد الطلب الصلب يعني من اجلي وسويت سو... كان عندي تومر سويت عمليه بس يا ريت آه... تواصلون صلاة مستوى يتمم آه... شفائي حتى عندي دابر بالكيمو ودابر راديشن حاضر يعني يوميا بين يومين دابر راديشن وكيمو ارجو تصلوني صلاه الله الله يتمم شفانا شكرا امين بارك يا رب الاخ اجي يعطيه نعمه الان كده. في اسم الرب يسوع وفي قوه الدم آه. يبرا تماما من تاثيرات هذا الورم يوم. ويعود آه. الى طبيعته وتخلق له الخلايا من جديد آه يا رب نشكرك لاجل تاثيرات محبه الله ونعمه الله آه. الرب الذي احبه وانت ايها الرب يسوع بذلت حياتك لاجله تقديم من هذا السرطان كما فديت حياته واعطيته الحياة الجديدة نصلي لأجل سلامة الجسد والروح والنفس وأن يكون صحيحا متعافي من هذا السرطان يا سيدي وأن تكون هذه المكالمة آخر مكالمة يحتاج فيها لكيم ورادييشن لكن تجدد كالنسر شبابه وتجدد الخلايا م. بعمل دمك يا سيدي الذي أخذ أمراضنا والذي أخذ أسقامنا والذي أخذ وحمل كل أوجاعنا يبرئ ويبرئ كل مريض سرطان من تأثيرات هذا المرض اللي بيقولوا عليه المرض الخبيث لكن عندنا النعم والأمين لمجد الله بواسطتنا في المسيح يسوع الذي يبطل كل خبيث والذي يبطل كل عدو وآخر عدو يبطل هو الموت. آمين. آمين يا اخي آجي الرب يكمل معاك في اسم يسوع ويلمسك ويشفيك وتطلع على الهوا تشهد في اسم, في اسم يسوع. الرب يسوع آمين أديلك راحة شوية أقرا حبة البط صالح القسيس طيب صلاة لأجل شاب صغير أن يتقابل مع الرب ويكون ناجحا روحا وجسدا صلاة لأجل روبرت شاب أصيب في العمل وله سنتان في المستشفى للعلاج وما زال يعاني من عدم المشي صلاة لأجل أيدن وألين شباب إخوات بينهما مشاكل ومشاحنات رب يفتقد حياتهما ليحب كل واحد الآخر أخت شابة تطلب صلاة لأجل امتحان الجنسية رب يديها نعمة ويوفقها وتنجح صلاة لأجل ليليان عندها اكتئاب رب يحررها صلاة لأجل ليلى تعاني من مشاكل جامدة في القلب ربي يلمسها ويشفيها شخص تزوج بشابة من مصر وعنده قضية طلاق لأنها ارتبطت بشخص مسلم تركته تالت يوم وصلت أمريكا صلاة الأخت فاضلة عندها نزلة شعبية حادة صلاة لشخص عنده حالة نفسية ودخل مستشفى النفسية صلاه لاجل نيفين تعاني من ديسك في ظهرها وتركت الشغل وعندها اطفال وصلاه لاجل جوزفين تعاني من مشاكل زوجيه صعبه اخت وقعت على ظهرها من شهرين ومن وقتها تعاني من الام شديده في الظهر صلاه لاجل منى عندها كانسر في الظهر وفي الراس عمرها 42 سنه أمين وباقي الطلبات احنا ذكرناهم لأن في ناس بيطلبوا كذا مرة يا رب احنا بنطلب رب لأجل هذه الطلبات أمامك في اسم الرب يسوع الشاب اللي محتاجه رب يتقابل مع الرب كل شاب وكل شابة وكل, شاب وكل رب حتى الأطفال حتى الشيوخ الذين يحتاجون إليك رب اظهر ذاتك يا رب حيا تقابل مع نفوس كثيرة أيوة. خلص على كل حال قوم اصنع زيارات يا رب في كل بيت في كل شارع في كل أمة في كل قبيلة في كل لسان كما أتى برنابة يا رب واستخدمت برنابة من خلال مواهب الروح القدس وأعمال الروح القدس أن يأتي بجمع غفير للرب اجعل روحك يتحرك بحرية وروحك يتحرك بقوة في كل مكان في كل أمة ليتقابل الجميع مع الرب روبرت يا رب اعطي قدرة على المشي وقدرة على الحركة ونعمة رب تاتي إليه الآن في اسم يسوع إيد وقال كل إخوة متخاصمين وكل إخوة بينهم خلاف تعال يا رب أنت اللي عندك المصالحة وأنت إله المصالحة وأنت يا رب اللي بتجعل اثنين واحد بقوة دمك وعمل صليبك تأتي بمصالحة سماوية اللي منتظرين يا رب امتحان الجنسية اشرق عليهم بنور وجهك وانجح يا رب واعتم نجاح في هذه الامتحانات وكل واحد ضاع ورقه او اتاخر عليه الاجابه اسرع انت بالاجابات السماويه يا رب الناس النفوس اللي عندها اكتئاب يا سيد الرب فرق كل اكتئاب وحزن وكل حصار نفسي وكل حصار ضيق وكل حصار معنوي يا واطلقهم يا سيد الرب اعطي ثياب فرح مم. عوضا عن الروح اليائسه أمين والبس يا رب ثياب الابتهاج عوضا عن كل اكتئاب مم. في اسم يسوع ليلى يا رب وامراض القلب مصلى يا رب ان كان هناك شرايين مسدوده وان كان هناك صمام مغلقه مم. وكل حالات يا, يا رب الهارت فيلير وهبوط القلب ان تبرئها الشخص يا رب اللي زوجته ارتبطت بشخص اخر اعطي لي حريه يا رب ونعمه وعوض يا رب عن فراق الترك واعطي نعمه يا رب ان يجد شخص مؤمن آه نزل الشعبية اشفيها وانظر إليها أيوة واشفي أمراض السطر والأنف والأذن والحنجرة والنفين يا رب والديسك والألام الظهر وألام مم. الرقبة وكل مم. ألام العظام باركها وتخرج يا رب لمسة شفاء إليها الآن آه جوزفين يا رب والمشاكل الزوجية وكل البيوت المنقسمة والبيوت يا رب والمشاكل يا العائلية تدخل بقوة دمك وإعلان صليبك وأنصف الجميع وقع على في آلام في الظهر نتيجة رب حوادث أو وقوع أو صدمات سيارات كل رب اللي عندهم كدمات وكل اللي عندهم ردود نتيجة حوادث أو وقوع سواء حوادث سيارات أو وقوع أو ضرب من أي نوع أو سهو أو حصل أي شيء مسك رب في قوة شفاك منى والسرطان و الظهر والرأس أيوة والاعضاء باركها يا رب, باركة رب واحسن اليها واشفيها ومد يد القوه ونعم رب. دم ربنا يسوع على رب. كل انواع السرطانات في اسم يسوع أمين. امين ناخد بنت الرب من كندا اهلا بيكي اتفضلي حضرتك على الهوا سلام المسيح معاكم القس الكس السلوى اهلا بك ربنا اهلا وسهلا حلقتكم مباركة آمنين مع الله يعني نطلب من الرب يسوع بصلواتكم المباركة ترفعونا بصلواتكم الرب يعطينا القوة والحكمة أن نكون عاملين في كرم الرب يسوع يعني أنا بشعر شوية عندي تعب مثلا أي عمل بقوم في مجهود كل جسمي يعني بحس يعني بألم ونفس الشيء أختي نفس المشكلة عندنا فيعني اولا نطلب القوه والحكمه علشان الرب أمين. يقبلنا مثل اللي دعاهم في الساعه الحادية عشرة وينطينا هذه القوة ونقوم ونبني نجاح وقوة حكمة الرب السماء فيا ريت ترفعونا بصلاة انا واختي امين امين يا رب بنشكرك لاجل بنت الرب واشواقها للقوه واشواقها للحكمه واشواقها رب انها تعمل في كرمك هي واخواتها سيد الرب قول من تعوزه حكمه فليطلب من فوق من عند أبي الانوار الذي يعطي بسخاء ولا يعير نشكرك يا سيدنا الرب لانك اله كل عطيه اله كل بركه اسكب رب بحسب وعدك ستنالون قوه متى حل عليك الروح القدس تكونون لي شهود في اورشليم والسامره والى اقصى الارض يا رب بقوه روحك القدوس كل من تعوزه هذه الحكمه قوه للخدمه قوه للعمل تنسكب على جميع المشاهدين المشتاقين يا رب اضرب نار روحك القدوس في كل قلب وفي كل نفس حتى نكرز بروح الله وان كنت اخرج بروح الله اخرج الشاطين اقبل عليكم ملكوت الله اخرج يا رب كل روح شرير انطلق يا رب طهر من كل روح ضعف، طهر يا رب من كل يسوع. روح الم مم. واطلق عبيدك يا رب ليكونوا سهام بيد الجبار هكذا ابناء يسوع. الشبيبه مم. في اسم يسوع. اختي بنت الرب ايضا مع القوه الروحيه ما فيش مانع بناخد فيتامينات خصوصا فيتامين بي 12 بيدي انرجي شويه وقوه شويه فممكن مع العوامل الروحيه العوامل الجسديه ايضا بتقوي من الطبيه امين نكمل حفل الأساس آه صلاه من اجل الاخوه آه دي قلناها صلاه لاجل ابن الرب بيقول انا ابن الرب لكن بعدت عنه لفتره واشتكى عدو الخير شكوى مر عليا وهاج الناس من الجنس الاخر عليا بكل قوه م. ارجو الصلاه من اجلي بكل قوه حتى يتسنى رجوعي لبيتي مرة ثانية وأشكر إلهي لأنه يعرف يجيب أولاده ثانية في اسم يسوع. بنصلي لاجل ابن الرب اخ والرب يبطل كل شكاية وكل هيجان ويعطي نعمة وكل ابن ضال أو كل ابن مش قادر يرجع البيت يا رب أنت قادر إنك تعطي نعمة لكي يقبل هذا الابن في بيته ولكي تبطل كل شكاية من سيشتكى على مختار الله الله هو الذي يبرر سيلينا محتاجة كتير للصلاة لأجل بنتي تعود للرب بتوبة حقيقية من القلب وتغيير كامل للحياة وبنتي التانية لأجل النجاح في الجامعة محتاجة ليسوع في كل شيء بي وأوجد وأتحرك يا رب أنت عارف الحالة ساعدني وارحمني وعضدني بيمين القوة صل يا رب لأجل الأبناء والبنات إنهم يكونوا أبناء للرب بنات للرب ولمسيحه وأتعظم اسمك في العمل وفي القيادة وتساعد الجميع رب على أن يجد الآبناء والبنات ميراث حي من عند الرب تستودعهم ميراث قداستك وخلاصك وحياتك استاذنك في آه، مكالمه حد الاسيس معنا الاخ وجدي من تكساس اهلا بيك يا اخ وجدي اتفضل على الهو. اهلا بيك يا سلوى اهلا بيك آه يعني عاوز تربط صلاه من اجل اخويا في اسيوط فقط فقط قدرته على الحركه خالص وطريح الفراش لحوالي شهر يعني. يا من اجله ومن اجلي انا كمان لان انا محتاج لقوه في الروح والنفس والجسد لمجد اسم الرب يسوع. هللو يا رب تحب جدي. تقول اسم اخوك؟ اخويا اسمه حسام. حسام. أه تعرف ايه السبب ان هو أه فقد السكر القدر؟ عالي وكوليسترول عالي و أه. يعني طيب نصلي لك انت وهو صلي معايا اخو <تصفيق> <تصفيق> قول له أشكرك أيها الرب يسوع عاوز تصلي معايا يا أخ وجدي أيوة يا أخ وطي التلفزيون يا أخ وجدي عشان في صدى صوت بليز شكرا صلي معايا من التليفون عشان الصوت يوصلك في نفس الوقت أيوة له أشكرك أيها الرب يسوع أشكرك أيها الرب يسوع لأنه بحسب وعدك لأنه بحسب وعدك إن عطش أحد إن عطش أحد فليقبل إلي فليقبل الي <applause> ويشرب وَأَشْرَبُ من آمن بِهِ من آمن بِهِ كما قال الكتاب كما قال الكتاب تجري من بطنه تجري من بطنه انهار ماء حية انهار ماء حي. حية ما حي. أشكرك رب أشكرك يا رب لأنه بالإيمان لأنه بالإيمان تجري أنهار القوة تجري أنهار القوة والحياة والحياة <applause> وأنا القوة الآن وأنا القوة الآن قوة أنهار لمجدك قوة وسكيب أنهار. أنهار وسكيب أنهار وأؤمن يا سيد الرب وأؤمن يا سيد الرب بشفاء أخي حسام بشفاء أخي حسام من السكر والكوليسترول من السكر والكوليسترول بحسب وعدك بحسب وعدك أنت تشفي كل ضعف وكل مرض أنت تشفي كل مرض وكل ضعف وهذا وعدك لنا لك المجد وهذا وعدك لنا أنا الرب شافيك يا لك المجد أنا الرب شافيك أؤمن بوعودك أؤمن بوعودك أنها صحيحة أنها صحيحة وأنك إله صادق نعم أنك إله صادق إله أمانة إله أمانة لا جور فيك البتة لا جور فيك البتة تحقق المواعيد بس. لك المجد تحقق المواعيد فامتلائي بروح الله الآن الله وشفاء اخي بالروح القدس وشفاء اخي بالروح القدس امين حبيبي امين بشمين. افرح أمين. في الرب وانتهي امين الرب تسمع يبارك. اخبار حلوه عن اخوك وبطمن عليك يبارككم ويستخدمكم لبارك اهلا وسهلا امين ربي يباركك يا اخ <applause> آه رساله من مسيرها تنتهي بتقول سلام انا مش عارف ايه اللي مسيرها تنتهي لكن آه ارجوك صلاه قويه مشكله ساعات بيبقى نيك نيم نيك نيم احيانا حتى يحطوا على الفيسبوك أوه. يعملوا كده اه حم من تنتهي المشاكل التجارب <applause> ولا الحياه ولا ايه هي <applause> عباره مفتوحه انتهي. يعني صح كده مشكله كبيره من 26 سنه بيتي اتخرب يا ساتر والاسره ترمت في الشارع والاطفال اتعذبت ونمت في الشوارع وأكلت زي الكلب في الشارع والأم معهم والسبب أن الآب ماشي في الحرام وليه علاقات نسائية وكان يقوم بكهربة الأولاد ويفتح انبوبة يا البوتاجاز عشان يتخنقوا يخنق أولاده يا ما زواج بي... بيعملوا في سيداته يقفلوا الباب عليهم ويخليهم يبكوا لحد الموت ويضرب الأم بالشاكوش ويقوم بتعذيبهم ويضرب فيهم لحد ما يجيبوا دم من الراس والأنف إيه ده؟ طب وأنت يا أختي إزاي سكت على كل ده؟ مم. المفروض تحمي نفسك وولادك أو تطلبي حماية من البوليس من الأمر المميت ده إزاي توصلوا يا للدرجة ياسوه. دي؟ والأولاد وعدم الأكل وقاعدين من غير مصاريف والأم بتشحت من الجيران أي أكل عشان الطفل لأن ما كانش ليها حد من أهلها بجوارها والأم في الصعيد وساكنة في حلوان والأسس عارفين إنه وحش في السلوك والزوجة تذهب للكنيسة كانوا عارفين الزنا والنجاسة وإنه ماشي في الزنا والزوجة بتبكي مر على كل العذاب والزنا ملناش دعوة تمشي من غير أي حل من الكنيسة, الكنيسة يعني كانوا بيقولوا لها احنا ملناش دعوة كانت الأم تبعت يبقى تسأل على فلوس أو مساعدة والزوج بيشوف الأكل وياخده من الولاد ويحرمني ويوديه للحريم اللي ماشي معاها المهم الحالة النفسية شديدة مفيش مصدر رزق و محدش راضي يطلق الزوجة الأولى علشان تاخد معاش أبوها تعيش منه وتربي الأولاد ورجعت الصعيد من 18 سنة لحد الآن والولاد عندهم الأمراض النفسية و... يا إلهي يا رب احنا بنذكر هذه الاخت المعذبه في الكنيسه والمعذبه في الزوج اللي بيضرب حتى الدم يا رب. والزوج اللي بيخنق اولاده ويفتح عليهم البوتاجاز حررها يا رب من هذه العلاقه واوجد ليها مخرج وارسل ليها من يعيدها هي بتقول بسمي. مرميين في الشارع زي الكلب وحرر الزوج من الزنا والنجاسه وإد للكنيسه رحمه انها ترحمها في الظروف اللي هي فيها لانها بتقول انا بدون ملجا اعيش انا واولادي وبطلع بره ومش عارفه والخوف علينا يا رب. من كل ناحيه افتقدها سيد الرب واطلقها من العذاب اللي هي فيه واوجد ليها معونه ارسل اليهم يا رب في الشارع من يتقابل معهم وارحمها هي والاولاد من الموت الذي وصلوا اليه في بيت الزوجيه اليس فلتس ارجو صلاه لاجل احبائي في العائله والاصدقاء زوجي نسيم وشقيقتي سميره وابن اخي ايفون ابنه اخي ايفون للشفاء من امراض الكلى والقلب ومجد اخي من اثار الجلطه وحماد بنتي من السرطان اذكر رب كل افراد العائله المرضى وتنازل اليهم برحمه وشفاء يا إلي. رب صلاه من اجل افضل حياه افضل يمكن رغم ضعفي صلاه لشفاء فلوباتير من الخوف ليعطي مايكل نسل ومفيدي بطه سجاير وصلاه شفاء لملاك رجله وظهر وصلاه واني اكون في القصد الالهي ويتمم الرب دعوته لبنت الملك فيفي وصلاه تكون مصر المسيح طلبه جميله مبارك شعب مصر من يا رب لاجل شعب مصر وكل امه وكل دوله وكل مدينه بتشاهدنا ان تكون للرب ولمسيحه وتشفي كل ضعف وتعطي زرع البشر واللي محتاج يا رب يبطل سجاير او ادمان الان يا رب ترسل نحن لا نستطيع ان نفعل شيء في الجسد لكن بالايمان يا رب تكره شعبك وكل بيشاهدونا حتى في ريحتها حتى في الارجيله في الشيشه في كل انواع التدخين تعطي لشعبك تقديس الانف وتقديس لانفاسه وتقديس للقلب وكل ما يدخل اجسادنا فليكن مقدس للرب لا يدخل نجس ولا تدخل رائحه كريهه تفسد يا رب الصحه والحياه وتعطي لشعبك ان يميز بين المقدس والاشياء النجسه. أرجو صلاة لأجل كل مريض باسم الرب يشفى وسوريا والعراق واليمن يعم السلام في جميع الأماكن اللي فيها حرب بنضع أمامك رب الشرق الأوسط وكل الدول اللي فيها الحروب يا رب وسوريا والعراق واليمن وبصفة خاصة يا رب أن تشفي عالمنا العربي وتشفي أيوه الشرق الأوسط مم من مرض الحروب الذي استفحل والإرهاب وأن تأتي يا رب بسلام الله الكامل وتشفي المرضى أمين. حنان كمال نصلي ان ربنا يفرحنا باطفال ويفرح جوزي آه ويفرح عبير وابنوب وبسمه وباسم وبافرلي ورامي ومنار وماما وبابا وناس جوزي وكل اولاده امين طلبت فرح رب لاجل الجميع واللي أمين. محتاجين زرع بشر مم. تفتح الابواب وتعطيهم وتباركهم امين يا رب أناهيد انا هيد موميكا صلاه لاجل المحبه والتاخي وتليين القلوب الأسية اهداء النفوس الضعيفه والصلاه لاجل كل انسان مريض يعاني على الفراش من اجل كل طفل يتيم والصلاه لاجل العائله كلها إنما كانوا بارك يا رب هذه الطلبه نصلي لاجل المحبه والاخاء وانك تعطي يا رب قلوب لحميه وليست قلوب حجريه الفت روماني بنصلي للزوج ان الرب يعطي طفل آه وامين في اسم الرب يسوع لاجل زوجي وربنا يعطينا طفل نصلي ان الرب يهدي الزوج ويفتح باب الانجاب صلاه لاجل آه عفيف جورجي حنا صلاه لاجل انا وزوجي واولادي واحفادي الرب يبارك البيت والجميع يكونوا للرب ولمسيحه آه نازره يوسف آه صلى لاجل الاولاد الرب يحميهم يدخل حياه واعطيك نعمه فوق نعمه آه نبيل اكوبان آه صلى لاجل الرب يتدخل في حل المشاكل الاجتماعيه والماديه التي يمر بها البيت يا رب اذكر كل متضايق لاجل ظروف ماديه او احتياجات نثق يا سيد الرب في عمل نعمتك ان يتعذب ويسدد كل احتياج بحسب غناه المجد امين كارس جوجو نصلي لاجل ألم شديد في الاسنان واللسه والاولاد والزوج الرب يباركهم في الاردن بارك شعب الاردن يا رب اشفي الام الاسنان اللسه والاولاد والعائلات باركهم عماد خميس ابو يوسف أه صلى لاجل أه ضعفي والرب يلمس والاخوه والاولاد آه ويعرفوا طريق الرب من الصغر ويفتح الاذهان في التعليم يوسع الرزق في اسم الرب يسوع نضع كل هذه الظروف ان تقويهم وتلمس جميع القلوب والنفوس باسم يسوع. هاني نجيب بنصلي ان الرب يمد يده ويشفي الابنه ويبعث لها انسان يستحقها والظروف الماديه امين, أمين. آه اليس محتاجة صلاة لأجل شفاء الزوج وكل مريض موجوع ونطلب الصلاة لابن الرب يوفقه في العمل الرب يسمع ويشفي المرض والأوجاع محمد هدى صلاة من أجل أخت مهند سوري مهند هدى من أجل أخت فديقة الرب يبارك حياته وخدمته وبنصلي لأجل الرب يبارك الحياة والخدمة وردة السلام بنصلي لشفاء شفاء الزوج المريض مرض عضال والسكر <applause> وللأم الرب يشفيها من الجلطة الدماغية وزوج الأخت وأخت زوجي يوسف جيزس بنصلي لموضوع منزل عليه مشاكل وفي نفس الوقت تهديدات بقتلي على يد بلطجية يا رب بنصلي أن لاشي كل تهديد بالقتل كل خطر وكل تهديد موضوع على أولادك أنت تنظر إليه ولا يخاف من تهديد إنسان لأن ليك أنت الحياة يا رب وملؤها أنت يا رب اللي عندك الحياة والموت ولا نخاف من إنسان لا كل خوف من التهديد ومن حبدك حياة سوسن بنصلي لبنت الأخت لأجل الشفاء بعد إجراء عملية جراحية في العمود الفقري ونسرين بنصلي لأن صاحب البيت محامي شيطان رافع علينا قضية لعدم دفع الإيجار وهذا لم يحدث لكن بالتزوير وأثبت سالك واتحكم ببطلان العقد بيبت الزنا دلوقتي علشان يتنازل وأنا عندي ثلاث بنات وده بيتي ومش عارفة أعمل إيه وصلوا من أجلي الرب يحفظك أخت نسرين ويقيد شر هذا المحامي وكل ألعيبه وانتهره بعيدا في قوة الدم ويحافظ على بيتك والثلاث بنات وتعيشوا في تامين عاوزك كل يوم يعني تحتمي في دم يسوع زي ما كان شعب الرب بيرش الدم على القائمتين والعتبة العليا ولم يدع الملاك المهلك يدخل قوة إعلان قوة دم يسوع عليك وعلى بيتك وعلى بناتك والتمسك بقوة الدم وإعلان حماية الدم وعمل روح الله يحمي من دخول الملاك المهلك أمين. ماجي جيزس صلى لابن مينا الرب يرسل شفاء ويسوع يفرح القلب آمين جوزيف حسني بنصلى لحياة الاستقرار في المكان الذي يريده الرب سواء في الصعيد أو القاهرة الرب يعطيك هو اللي كان بيلتمس لشعبه المكان يلتمس ليك المكان الصحيح والتوقيت الإلهي تتحرك فيه مقدرين حداد بتصلي لأجلك الرب يعطيك نعمه وقوه وبركه ارجو ان تساعدوني في الصلاه من اجل كارول فرح اللي بتعاني من السرطان ومن اجل الطفل انطونيو الذي ولد البارحه وهو في وضع حرج وخطر ونضع امامك رب الاطفال المولودين حديثا اللي في حضانات او في مشاكل صحيه انك رب تعطيهم إناء أفضل وتشفي أمراضهم وكارل فرح تشفيها من السرطان وتبارك الطفل أنتونيو. آمين. فريده حلمي محتاجه صلاه لشخص قريب يحتاج للحكمه وهو مصاب بالام بلا مبالاه نحو أسرته وزوجته ويحتاج لانتفاضه أن يوقظه الرب من الهروب والنوم المستمر وعدم الاعتراف بالأخطاء يقربه إليه. أميني. وبدل ما الشيخ يصير شخص بليد يحاول الرب طريقة تفكيره يا رب أذكر كل متهاون في حق أسرته وكل متهاون يا رب في حق نفسه وكل متهاون في بيته وضاع على الجميع يا رب أن روح يقظة والذي قال أن يشرق نور من ظلمة يشرق في قلوب الكثيرين هدى فيكتور نصلي لاجل ابن يعرف طريق الرب ويبعد عن اصدقاء السوء في اسم الرب يسوع يعطيه نجاح في عمله وحياته هو الطلبه دي طلبه فيها تسلسل صحيح انه يعرف الرب اولا يبعد عن اصدقاء السوء وينجح في العمل والحياه هو ده مختصر المختصر المفيد للنجاح ان ما فيش شركه للمسيح مع بلعال ولا النور مع الظلمه والشركه دي بتفسد اعمال كثيرين فبالخلاص ومعرفه طريق الرب والتقديس يتم النجاح. سيس فاضل آه. دقيقتين ونص عايزين طيب. نصلي الأجر بقية طلبات الصلاه ونبقى نصلي لهم بالتفصيل مره تانية واذا حضرتك في طلبات جات لك فنصلي الأجر الكل يا رب بليس. احنا مئات الطلبات امامك يا رب هذه الطلبات بنضعها كلها امامك يا رب ان لم يسعفنا الوقت لكن أنت عارف كل طلبة باسمها أيوة. وكل شخص باسمه بتقول له أنا عرفتك أنت لي يا بارك رب. الجميع يا رب بارك قناة م. الكرمة التي تخدم رب هذه الألوف والملايين يا في يا حلقات سوى. كثيرة بنصلي يا رب سياج الرب وسياج الدم وأن تحيط هذه القناة من يا خلف وقدام يا أن تحاصر الجميع وتكون يدك عليهم وتقويهم وتحفظ القناة من الشر أيد يا رب أخونا صمّل وكل العاملين يا رب بقوة يا في الروح القدس وسدد يا رب الاحتياج المادي واجعلنا يا, رب, يا رب أن نكون سامعين عاملين بالكلمة نبارك عملك ونبارك خدماتك نعم. ونضع أيدينا في العمل ونكون رجال ونتقوى يا ونتشدد يا للعمل ينبغي أن نعمل ما دام الوقت يدعى نهار أيوة. لأنه يأتي ليل حين لا يستطيع أحد العمل بارك أختي سلوى أخت ليديا، أخويا فريد، كل الأخوة والأحباء وأخونا شارلي وفرحه بارك حياته بس. كل الذين تعبوا معنا وهاني وكل الساوند سيستم وكل رب الذين تعبوا في استقبال الطلبات جزيهم وعوضهم خير خلص. في بيوتهم وحياتهم واحفظ هذا العمل قائما على صخر الدهور على الرب ومسيحه لنشهد عن أعمالك وآياتك ونكون شعب آيات وعجاب في كل الأرض آمين آمين ربنا يباركك يا أسيس أليكس خسار. نشكركم أحبائي المشاهدين لأجل متابعة الحلقة وتلبط صلاة دي غالية علينا جدا مكالماتكم غالية علينا جدا هنكمل صلاة لأجلكم ومحتاجين صلاتكم جدا في كل مرة أنا بطلب الطلب ده أرجوكم في اسم المسيح صلوا لنا لأن الحرب علينا شديدة بس إحنا واثقين في نصرة الرب مليون في المية نشكركم مره ثانيه ونلتقي بكم في حلقه اخرى واطلبوا تجدوا الرب معكم ويحفظكم والى اللقاء